حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن هناك اعتراضا على مبالغ التنمية المخصصة ل15 محافظة لأنها قليلة، فيما أكدت أن التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو 70 دولارا ويمكن الاعتماد عليه، موضحة أنه لا توجد هناك زيادة على أسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه للاستفادة من الغاز المصاحب على حد قولها. أعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية رفضها زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023. هذا وأكد عضو اللجنة صباح صبحي أن أي زيادة في الأسعار سيؤثر على الطبقة الفقيرة والموظفين الذين يتقاضون رواتب أدنى، وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مواد وفقرات قانون الموازنة والعمل على إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية وبقاء أسعار النفط ومشتقات النفط على حالها دون أي تغيير. أكد وزير النفط حيان عبد الغني أن 15,000 لتر مكعب من البنزين يستورد يوميا من مناشئ مختلفة، وكانت الميليشيات قد فككت المصفى الوحيد في بيجي ونقلته إلى إيران عقب العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة صلاح الدين. من جانبه قال مدير مصفى كربلاء محمد فزاع إن المصفى تم التعاقد عليه منذ عام 2014، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش والأزمة المالية وجائحة كورونا أثرت على برنامج تنفيذ المشروع، حيث كان يفترض افتتاح المصفى في عام 2018. أكد خبراء اقتصاديون بمجال النفط والطاقة أن ارتفاع حجم الموازنة التشغيلية بأضعاف الاستثمارية دليل على أنه لا نمو اقتصاديا في البلاد. وقال الخبراء إن مشكلات الموازنة متنوعة وكثيرة، من أهمها حجم الميزانية التشغيلية بأضعاف مضاعفة للميزانية الاستثمارية التي هي مقياس النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للخريجين والأيدي العاملة المعطلة. وأضاف الخبراء أن الملاحظة الأخرى هي الاعتماد بنسبة تفوق 95% على إيرادات النفط كما في ميزانيات السنوات الماضية، وأن أسعار النفط والطاقة متذبذبة وتتأرجح بحسب متطلبات السوق والعوامل الدولية والإقليمية السياسية والاقتصادية، لذلك فإن كثيرا من الدول تتجنب هكذا ميزانيات. قالت مصادر صحفية إن وزير الزراعة الحالي عباس المالكي أصدر قراراً بفتح استيراد بعض المحاصيل الزراعية، وشمل القرار عدداً من المحاصيل الزراعية بشرط استحصال موافقة المجلس الوزاري الاقتصادي في الحكومة حكومة السودان. وبرر الوزير المالكي قرار فتح الاستيراد بارتفاع أسعار المحاصيل التي تمت الموافقة على استيرادها في السوق المحلية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.